هو موضوع يا نهى طريف كده في عنوانه، ولكن يحمل معنى ومغزى إنساني ربما. هي مأدبة فخمة للقردة. هذه يعني المأدبة أقيمت يوم الأحد ضمن مهرجان القرود السنوي في مدينة لوبوري وسط تايلاند، بهدف إظهار الامتنان لهذه الحيوانات اللي لها دور كبير في تنشيط السياحة، خاصة في يعني بلد كتايلاند. هي فعلا يعني لاس بيبقى في نوع كده من المهرجانات المنتشرة في حول العالم، بتكون مهرجانات بتحمل طباع غريبة، ولكن وسط حركة المرور الصباحية بالمدينة وضعت تماثيل للقرود بتحمل صوان خارج ساحة مجمع المعابد الثلاثة القديمة والشهيرة هناك في تايلاند، بينما أعد متطوعون طعاما عبر الطريق. والقرود زي آية بتعد رمزا لمقاطعة لوبوري، واللي بتقع على بعد حوالي 150 كيلومتر من شمال بانكوك.